الباب التاسع والسبعون ومئتان. باب النهي عن الافتخار والبغي. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. الرواية المشهورة: أهلكهم برفع الكاف، وروي بنصبها، وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون، وقد أوضحته في كتاب الأذكار.